لم تكن هجمات تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا مفاجئة، بل كان خطرها قائما منذ سنوات، وعملياته الإرهابية مستمرة من خلال خلاياه النائمة في المناطق الممتدة مع الشريط الحدودي بين البلدين. عودة داعش بعد هزيمته تشكل تهديدا كبيرا على العراق وسوريا بسبب ضعف حكومتي البلدين في إدارة الملف الأمني بشكل فعلي والقضاء على فلول داعش بحسب مراقبين. لا يمتلك القدرة في إدارة دفة القوات الأمنية، وبدليل بأنه تكرار الخروقات في نفس المناطق التي تحدث فيها الخروقات الأمنية والعمليات الإرهابية، لكن لم يحرك ساكن إلا حركة واحدة هو بتغيير قيادات الأمنية، وهذا ليس حلا. وتشير الهجمات الأخيرة إلى أن التنظيم الإرهابي سوف يتبنى تكتيكات جديدة لا تختلف عن الخطط القديمة جوهريا، لكنها ستكون أكثر شمولا وأوسع نطاقا. وبحسب مراقبين للشأن الأمني فإن داعش سيعتمد بصورة أكبر على نمط العمليات الانتحارية والانغماسية والاقتحامات، وهذا ما اعتمد عليه مؤخرا خلال أحداث سجن الحسكة بشمال وشرق سوريا وكذلك في شمال وغرب العراق. عودة النشاط الداعشي في مناطق شمال وشمال غرب بغداد هو خطر كبير يهدد أمن العاصمة، كذلك يهدد حتى المناطق الحدودية مع سوريا، باعتبار أن هذه المناطق هو المناطق الأكثر انتشارا وأكثر رواجا لتنظيم داعش. كذلك هروب السجناء من منطقة من سجن غويران يهدد الأمن السوري والأمن في بغداد والمناطق الشمالية. هناك مشكلتين أساسيتين، المشكلة الأولى هو وجود فساد في وزارة الدفاع، لذلك هو أدى إلى مثل هذه الجريمة وتمكن عصابات داعش من القوات الأمنية. الأمر الثاني، هناك إرباك في عملية تنقل القيادات الأمنية، تنصيب قيادات أمنية جديدة، وهذا ما حصل في هذه الحكومة. تقارير استخبارية تتوقع إمكانية عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق وسوريا بعد أن شهد العراق تصاعدا لهجمات داعش في ظل استمرار الخلافات السياسية، فضلا عن شيوع الفساد وفشل السياسات الحكومية، وهذا ما ينطبق أيضا على الحكومة السورية. لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، مستغلا الثغرات الأمنية الموجودة في المناطق التي يشن الهجوم عليها بشكل شبه مستمر، وهذا ما وسع دائرة الانتقادات بشأن المقصرين في إدارة الملف الأمني. من العاصمة العراقية بغداد، فخار فاضل، اليوم.